بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل سلسلة محاضرات كورس الهيد أناتومي. عندنا إن شاء الله اليوم محاضرة السكالب. هنا نجي إلى السكالب. السكالب refers to the layers of the skin and subcutaneous tissue that cover the bones of the cranial vault. السكالب تشير لنا إلى طبقات الجلد وال subcutaneous tissue. زين، هذه طبقات الجلد شنو؟ اللي تغطينا cover the bones of the cranial vault، طبقات الجلد اللي تغطينا عظام الجمجمة. Layers of the skull، طبقات السكالب. كم طبقة؟ هي 5 layers، خمس طبقات. هنا يقول ملاحظة إنه يقول first 3 layers، أول 3 طبقات شو تكون؟ تكون tightly bound together، يعني ملتصقة مع بعضها البعض أو مرتبطة مع بعضها البعض. And move as collective structure، تحرك إنه structure. فأول 3 طبقات شو يكونن؟ ملتصقات مع بعضها البعض. زين، إحنا قلنا هن 5 طبقات. 5 طبقات على عدد الأحرف. الأس هو السكن، والسي اللي هو الكونكتيف تشو، والأي اللي هو الأبونيروسيس، والأيل اللي هو اللوس أريولر كونكتيف تشو، والبي اللي هو البروستيوم. أوكي، نجي إلى طبقة طبقة. لكن قبل لا نشوف طبقة طبقة خلينا نشوف الصورة. هذه الصورة مثل ما تشوفون، هذه هي طبقة السكن، وهذه طبقة الكونكتيف تشو، وهذه طبقة الأبونيروسيس، وهذه طبقة اللوس أريولر كونكتيف تشو، وهذه طبقة البيرستيوم. أوكي، هاي مثل ما تشوفون، هذا أي شخص مثلا الجلد، هذا طبقة الجلد اللي فوق العظام صايرة مال عظمة الكرينيال فولت اللي هن ذن 5. وهذا هنا هم كذلك مثل ما تشوفون هذن 5 طبقات، إن شاء الله واضح. طبقة السكن هسه أول وحدة منين تتكون؟ من هير فوليكل، تتكون من الشعر، وإحنا الجلد نعرف يكون بيه شعر. آند سبيشس جلاند والغدد الدهنية. هذا الغدد الدهنية most common site for sebaceous cyst، يعني هو شيء يكون به يصير أكياس دهنية، يصير أكياس دهنية. يعني العديد من الأشخاص يصير عندهم براسهم أكياس دهنية من وجود sebaceous gland في طبقة الجلد. الدنس كونكتيف تشو، يعني تجمع من الكونكتيف تشو، تقدر تقول كونكتيف تشو. هذه يعني تتصل السكن بيمن بالإبكرينيال أبونيروسيس، فصايرة بيناتن هذه الدنس كونكتيف تشو. هذه المنطقة شنو بيها مهمة جدا؟ تكون غنية بالأوعية الدموية والأعصاب، vascularized and innervated، تكون بها أوعية دموية هواي وأعصاب هواي. البلد فيزلز بهذه الطبقة شو يكون؟ قلنا احنا قلنا vascularized and innervated، يعني غنية رجلي. فالبلد فيزلز وين تكون هذه ملتصقة؟ ملتصقة بالكونكتيف تشو. زين، وإذا الأوعية الدموية ملتصقة بالكونكتيف تشو، فإذا حدث عندنا أي خدش أو ضربة في المنطقة هنا بالرأس بالسكال، هنا راح يصير عندنا برفيوز بليدينج. ليش برفيوز بليدينج؟ لأن هذه المنطقة شو تكون؟ تكون غنية بالأوعية الدموية والأعصاب، فأي ضربة أو خدش يصير على رأسك راح يصير نزيف. ليش؟ لأن احنا قلنا غنية بالأوعية الدموية. الطبقة الرابعة هي إبكرينيال أبونيروسيس، هذه تكون ثين تندل لايك ستراكشر مثل الأوتار اللي هي تتصل بالأوكسيبيتالز والفرونتالز مثل أكو عضلتين تتصل بهذه المنطقة اللي هن يا عضلات الأوكسيبيتالز والفرونتالز، إن شاء الله راح ناخذها. أوكي، لوس أريولر كونكتيف تشو، هذه أهم منطقة. أوكي، اللي هي كلينيكال هسه راح نشوفها. هذه تكون ثين كونكتيف تشو لاير اللي هي تفصلنا سبريت بروستيوم أوف ذا سكول فروم ذا بكرينيال أبونيروسيس. أوكي، اللي هي هذه اللوس تفصلنا مثل ما تشوفون هذه الأبونيروسيس عن من؟ عن البروستيوم. هذه المنطقة شو تكون؟ contains numerous blood vessels، بها العديد من الأوعية الدموية، مثل من؟ emissary vein أو emissary vein. أوكي؟ هذا طبعًا جدًا مهم هذا النيرف، ليش؟ هسه راح نوضحه بالسلايد الآخر، أوكي؟ لكن مقدمة بسيطة، إنه هذا emissary vein، هذا اتصال الفينات الأوردة مالت السكالب بمن؟ بالانتراكرينيال فينس ساينس، بالأوردة اللي داخل الكرانيال، يعني اللي متصل بالدماغ. هسه راح نشرحها بالسلايد اللي بعده بصورة أوضح. البروستيوم اللي هي اوتر لاير اوف ذا سكول بون، هذه هي الطبقة اللي صار فوق العظم. اوكي، مباشرة ات بيكوم كونتينيوس وذ ذا اندوستيوم ات ذا سيوتشر لاين. هسه عرفنا 5 طبقات، وكل طبقة قلنا شبيهة، أهم شبيهة طبعا إنه تحفظ تعداد مال السكالب. اوكي، مثل ما تشوفون هذه الصورة ضفتها لكم. هنا عندنا الكلينيكر مال الدنجر اريا اوف ذا سكالب، يعني يصير لك يا هي الدنجر اريا اوف ذا سكالب، ذا لوس كونكتيف تشو لاير
danger area of the scalp. مثل ما قلت لكم هذه الطبقة شو تكون؟ تكون هي منطقة خطرة. ليش؟ لأن تحتوي عليها من المسيري فين أو الميشيري فين. أوكي؟ هذا شنو هذا الفين؟ هذا هو منطقة الاتصال extra cranial vein يعني الأوردة الخارجية مال السكالب بمن؟ بالانترا كرانيال دوران فينس ساينس. هذه منطقة وين موجودة؟ أو هذا الساينس داخل الدماغ داخل الجمجمة. أوكي؟ فأي أي انفكشن اللي هو انفكشن شنو يعني عدوى؟ أي عدوى تحدث بخارج يعني بالأوعية الدموية يعني بالأوردة اللي صار بالأكسترا كرانيال من الخارج يعني ضربت هسه مثل براسك أوكي على منطقة السكالب صارت هنا انفكشن عدوى، فهذه العدوى راح تنتقل إلى الدماغ عن طريق الإمسير فين. أوكي؟ فهذا ليش منطقة خطرة؟ لأن بيها يحتوي على الإمسير فين، هذا ينقل العدوى من الخارج إلى الداخل. أوكي؟ إن شاء الله واضح. فهو يكون potential pathway for spread of infection، فهو احتمال هو ممر من العدوى تنتقل من السكالب إلى intracranial space. نجي للarterial supply. Arterial supply: the scalp receives a rich arterial supply via the external carotid artery and ophthalmic artery. الأوعية الدموية السكالب يستلمها منين؟ من شريانين: external carotid artery والinternal carotid artery. لكن الانترنال كاروتيد ارتري هو بفرع اللي هو الاوبثالميك ارتري، اوبثالميك ارتري هو اللي ينتقل للسكالب. اذا منين؟ من الاكسترنال كاروتيد ارتري والاوبثالميك ارتري. هذه هي منطقه السكالب. خلينا نشوف شنو النوعيه الدمويه اللي تغذيها. 3 برانشز اوف اكسترنال كاروتيد ارتري. هذا الاكسترنال كاروتيد ارتري 3 برانشز، ثلاث فروع تغذينا منطقه السكالب. اولا سوبرفيشال تمبرال ارتري، هذا هو اللي باللون احمر سوبرفيشال تمبرال ارتري. هذا كله شغذينه غذينا منطقة الفرونتال والتمبرال ريجن. بوستيرير أوركلر، هذا باللون الأصفر هذا يصير خلف الأذن، أوركلر يعني يشير إلى الأذن. شغذينه أريا سوبيريالي أند بوستيريالي أوف ذا أوركل، يغذينا منطقة اللي العلوية والخلفية مالت من مال الأوركل الأذن. الأوكسيبيتال سبلايز، الأوكسيبيتال يغذينا الباك أوف ذا سكالب، هذا باللون الأخضر هذا يغذينه لخلف السكالب. اوكي يم عظمه ال يم عظمه الاوبس يم عظمه الاوكسيبيتال. اما من جهه الانتيرير والسوبر هذه يعني هذه المنطقه هم اكو ارتري غذيها برانشز اوف اوبثالميك ارتري، فروع من الاوبثالميك ارتري. احنا مو قلنا اكسترنال والاوبثالميك، خلصنا دور الاكسترنال. شوف دور الاوبثالميك شي غذينا، الاوبثالميك يغذينا منطقه السوبيريالي والانتيريالي اللي هي شنو فرعين سوبرا اوربيتال والسوبرا تروكليير ارتريز. شي غذينا الانتيريالي والسوبريالي. هذا الصورة جدا واضحة، هذه الجهة الارتري وهذا النيرف. هسه راح نشوفه. فمنطقة اللي هذا مثل ما قلت لكم انتيريالي والسوبريير فرعين من الاوبثالميك اللي هي سوبرا تروكليير ارتري سوبرا اوربيتال ارتري. وعندنا كذلك هم هنا ما مذكور بالصورة هنا موضحينه اللي هو زايجوماتيكو تمبرال ارتري، هذه المنطقة يغذيها. اما سوبرفيشال تمبرال ارتري هذا فرع مال اكسترنال قلنا يغذينا فرونتال والتمبرال. بعد البوستيريال اوركلر اللي هو هذا بوستيريال اوركلر يغذينا ايش قلنا السوبيريال والبوستيريال اوف ذا اوركل ناخذ هالاذن. وعندنا بعد اوكسيبيتال ارتري اللي هو هذا باك اوف ذا سكالب. ان شاء الله واضح الارتيرا سبلاي. نجي الى الفينس درينيج. الفينس درينيج هنا راح نقسمها اللي يغذين السكالب الى سوبرفيشال وديب. اوكي سوبرفيشال وديب فينس درينيج. السوبرفيشال درينيج هنا يا هن اللي يغذنها هن نفس الارتيرا سبلاي نفسهن بس نكتب فين، يعني سوبرفيشال تمبرال فين، اوكسيبيتال فين، بوستيري اوركلر فين، سوبرا اوربيتال، سوبرا تروكليير فينز. هذا الاكسترنال جاكولار فين مثل ما تشوفون، هذا انترنال جاكولار فين ان شاء الله بعدين ناخذه. فشنو احنا عندنا؟ عندنا سوبرفيشال تمبرال فين هذا، وهذا سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكليير فين. اوكي وعندنا هذا بوستيري اوركلر فين اوكسيبيتال فين، ذن الفينات. زين الديب، الديب يعني وين موجودات؟ موجودات منطقة التمبرال، هذا هنا يعني، هنا ما واضحة الصورة لكن ناخذها فيما بعد إن شاء الله. هنا اكو شبكة اللي هو التريجويد فينس بلكسس، بلكسس شبكة، يعني شبكة من الأوردة هنا موجودة، أوكي؟ تمام؟ لارج بلكسس أوف فين سيتويتد بتوين تمبرالز أند لاترال تريجويد مصر، هذين العضلتين بيناتهم شنو يكون التريجويد فينس بلكسس هنا. هو اللي يغذينا شنو يغذينا الديب. اوكي
هذا وين يصب الدرين الديب؟ يصب المكزيلري فين؟ بالمكزيلري فين؟ فهنا شغلة مهمة يقول الفين بالسكالب يتصل مع الدبلوك فين؟ دبلوك فين؟ وببساطة شنو؟ الامسيسير فين؟ فقلت لكم انه اذا صارت مثلا اصابة بالرأس راح ينتقل هذا العدوى من الخارج الى الداخل عن طريق الامسيسير فين؟ فجدا مهم. هسه نجي الى انيرفيشن. انيرفيشن السكالب تستلم منين؟ من ترايجيمينال نيرف ومن السيرفايكال نيرف روت. هسه خلينا نشوف ترايجيمينال نيرف. ترايجيمينال نيرف فور برانشز راح يغذي السكالب. اول اثنين سوبرا تروكلير نيرف، سوبرا اوربيتال نيرف. منين ذني؟ من الاوبوثالمك نيرف. السوبرا تروكلير يغذينا جهه الانترو ميديال فور هيد، والاوربيتال شو يغذينا؟ يغذينا لارج بورشن اوف ذا سكالب بتوين. بتوين شنو؟ انترو لاترال فور هيد، هذا انترو ميديال، هذا انترو لاترال. وكذلك يغذينا منطقه الفيرتكس، هسه راح نشوفها. فهذا مثل ما نشوف هاي السوبرا تروكلير سوبرا اوربيتال، هذا سوبرا تروكلير مثل ما تشوفون يغذينا الانترو ميديال، يعني من جهه الانتيريور من جهه الميديال. بينما السوبرا اوربيتال هذا يغذينا من جهه الانترو لاترال الى هذه الجهه، انترو لاترال، وكذلك يوصل الى هذه المنطقه اللي هي بالنص، يعني بنص السكالب، منطقه اللي بالنص شو نسميها؟ نسميها الفيرتكس. هذه شوف وين يوصل الى منطقه الفيرتكس للنص. تمام؟ خليني ارسمها لكم، هذا هنا للنص. هذا النص نسميه الفيرتكس. بعد عندنا زيجوماتيكو تمبرال نيرف والاوريكولو تمبرال نيرف. زيجوماتيكو تمبرال نيرف هذا هو، زيجوماتيكو تمبرال نيرف هو برانش اوف ماكزيلري نيرف. وقلت لكم انا ترايجيمينال نيرف في ثلاث فروع، اوبوثالميك والمانتبولر والماكزيلري. خلصنا من الاوبوثالميك في فرعين، نجي للماكزيلري. في فرع اللي هو زيجوماتيكو تمبرال نيرف شي يغذينا السكال، يا منطقه يغذي التيمبل، يعني هذا مثل ما تشوفون هذا زيجوماتيكو تمبرال. زين اوريكولو تمبرال شي يغذينا؟ هو فرع من المانتبولر، يغذينا الانترو سوبيريور اوف ذا اوركل، هذا انترو سوبيريور اوف ذا اوركل. هسه خلصنا الترايجيمينال نيرف اللي يغذينا سكال. نجي الى السيرفايكال نيرف. احنا مو قلنا يغذي السكالب نيرفيشن هو ترايجيمينال والسيرفايكال. خلصنا من ترايجيمينال، هسه السيرفايكال. السيرفايكال هم كذلك بي فور برانشز، ليسر اوكسيبيتال نيرف وجريتر اوكسيبيتال نيرف. هذا هو الليسر اوكسيبيتال نيرف، هذا هو الجريتر. الليسر منين جاينا؟ من انتيرير رايمس اوف سي 2. شي غذينا؟ اهم شي تحفظون شي غذينا؟ غذينا بوستيرير تو ذا اير، هذا بوستيرير تو ذا اير خلف الاذن. الجريتر كذلك من بوستيرير رايمس، هذا من انتيرير من بوستيرير من سي 2 جاينا. شي غذينا؟ يغذينا الاوكسيبيتال ريجن، هذه منطقة الاوكسيبيتال ريجن. اوكي؟ اما جريت اوريكولار نيرف والثيرد اوكسيبيتال نيرف ذني ما مذكورات هنا، هذا جانب من انتيرير رايماي من سي 2 سي 3 يغذينا بوستيرير تو ذا اير اند اوفر انجل اوف ذا ماندبل، يعني يوصل للانجل اوف ماندبل. تذكرون عظمة الماندبل شرحناها. والثيرد اوكسيبيتال نيرف هذا جانب من بوستيرير رايمس اوف سي 3 يغذينا سكين تو ذا انفيرير اوكسيبيتال ريجن، يعني الجلد اللي خلف الاوكسيبيتال ريجن. هسه عرفنا innervation of the scalp ان شاء الله واضحات، هذا المخطط جدا واضح. عندنا هنا clinical على scalp laceration، يعني اذا صار جرح بالسكالب deep laceration to the scalp يصير عندنا شنو؟ bleeding profuse، يعني النزف يصير هائل. اوكي تمام. ليش؟ لان احنا قلنا عده اسباب. هنا واضح مثلا ball of the occipital frontalis muscle prevents the closure of the bleeding fistula and surrounding skull، يعني اذا تحركت هذه العضله راح تكون prevent the closure of the bleeding. كذلك ال blood vessels بالسكالب شو تكون مرتبطه بمين؟ بالconnective tissue. وكذلك احنا قلنا شنو هي؟ تحتوي على الماني انستموسيس، يعني العديد من التفرعات موجوده blood vessels هواي. لذلك اذا صار اي جرح بالسكالب راح يصير عندنا شنو؟ bleeding. اوكي؟ فإن شاء الله واضح هذه المحاضرة لحد هنا انتهت، وأتمنى التوفيق للجميع، ولا تنسوا إخراج القناة.